ما يعني عدا مباراتين اللي واقف على المنصه 16 سنه وفريق الدرجه الاولى. وهنا دور كمان على فكره فرقه 16 سنه. يعني انت 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 في موقف زي ده، سبورتنج خسران ماتش في النهائيات والاهلي خسران ماتش، بس سبورتنج مرتبط عنده وحش جدا. هو ده اللي اكيد طبعا مرتبط بيه دور كبير. طبعا. وخلينا نقول وخلينا نروح للمراسي وارجع لحضراتكم تاني. حاضر. تحياتي ليك يا كابتن عيسى السعيد، كل مشاهدينا وطبعا